تنظم هذا المهرجان بمناسبه عيد العشر المدني. هو المهرجان الثاني واللي تابعنا من خلاله الشغال على تعميق الفن والابداع داخل الدواوين. كانوا 10 ديال المنصات اللي كانوا في السهره كانوا ديال 10 ايام، واليوم تختتم هذه الامسيه بتوزيع الجوائز لكاع المشاركين وسهره مع الفنانه الشعبيه الجوليه. كيف كتشوف ان الحضور اكثر من 10000 متفرج، والامور غاده بشكل منضبط. وكنشكروا السلطات المحليه اللي ساهمت، السلطه والعمل كذلك، الجندات اللي نجحوا في المهرجان، وكذلك رجال الدارات ورجال الوقايه المدنيه والقوات المساعده. ونضرب موعدا ان شاء الله السنه القادمه للدوره الثالثه للمهرجان الحواري. شكرا جزيلا.